الحضور الكريم، استمعنا للفريق السير أحمد عمر وهو يوضح ملابسات إيقاف قناة الشروق يوم 7 يناير. الآن الفرصة متاحة للصحفيين لإتاحة الأسئلة أو لطرح الأسئلة عفوا. دل على شيء، دل على انه في مؤسسيه بالتعامل مع الاجراءات اللي بتتم. حقيقه انا يعني احنا طبعا جيران للغناء هنا، اتفاجئنا انه جينا الصباح لقينا انه في قوات امنيه وفي حتى عندنا ذات اللي هو بالنسبه لشركتنا حسينا انه يمكن في خطوره، يعني الحاصل شنو؟ اتفاجئنا هسه بالكلام بتاع المدير العام انه كان بكل همجيه. انا يعني هنا كثوره وكلنا نحن مع حريه سلام وعداله، لكن يكون في مؤسسيه في التعامل. يعني دي شركة اعتبارية وفي نفس الوقت اللي هو قناة وفيها ناس مسؤولين وجهة إعلامية. أنا سؤالي يعني نهاية بصورة رسمية ما تم مخاطبة القناة إنه يتم يكون في إجراءات مساءلة، يعني ما ممكن تكون الحاجة بصورة يعني همجية أو عشوائية بصورة تمتي. شكرا لكم كثير. شكرا. أمرتني. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، انا مصطفى عبد الله مراسل في قناه الشروق القضائيه. طبعا ما لغيصر لغيصر وما لله لله. الاداره تحدثت عن ما يليها فيما يتعلق بالاجراءات الاخيره اللي تمت، وهي والمالك قادرين يدافعوا عن حقوقهم المشروع، لكن نحن كصحفيين في قناه الشروق بدايه يعني نحن مع كل القضايا العادلة التي تؤسس لاستقرار ولسلام ولوحدة هذا البلد العظيم، وهذا ما جئنا له في قناة الشروق، وهذا ما عملنا عليه طيلة السنوات الفائتة. ولعلي أرجع وأذكر وأترحم على كل الشهداء الذين بذلوا دماءهم رخيصة من أجل هذا البلد منذ الاستقلال وحتى ثورة ديسمبر المجيدة. ولعلي أذكر في هذه اللحظات أننا نأمل للجرحى الشفاء العاجل ولكل المفقودين أن يعودوا إلى أهلهم وإلى ديارهم. نحن كصحفيين نحن لن ننحاز للمالك ولا للإدارة ولا لأي جهة كانت، نحن ننحاز لقضايا المواطن العادلة، وهذا ما عملنا عليه في قناة الشروق منذ التأسيس وحتى هذه اللحظة. نحن نؤكد أننا مع التصحيح ومع مسار التصحيح لتبين الرؤى لنا وللمواطن السوداني وللمالي ولكل الذين اتخذوا هذا الإجراء لكي لا يكون بيننا وبين المواطن السوداني الذي التزم بقضاياه شبهة نحاكم بها نحن وأهلينا وزوينا وأولادنا وما يلينا. فلذلك في هذه اللحظة التاريخية نحن نؤكد مع تصريح المسار لتبين الرؤى، لأننا في قناة الشروق حينما اتخذ هذا القرار كان قرارا مفاجئا لنا، ووضعنا نحن وأهلنا في موقف محرج، ولا أريد أن أفصل في هذا الاتجاه لأنكم تعلمون مآلات هذا القرار النفسية أولا قبل أن تكون المادية على كل شخص في قناة الشروق القضائية. لذلك أنا أوجه رسالة مباشرة لا للمجلس
لا للحكومه الانتقاليه ولا لاسره قناه الشروق القضائيه ولكن للشعب السوداني. نحن صحفيي قناه الشروق لا زلنا نحن الان في الشارع مع قضايا المواطن في الشارع. شكرا جزيلا. طيب السلام عليكم. اشرف محجوب اذاعه ساهرون. بدايه يعني في المؤتمر الصحفي بالامس في القصر الجمهوري وكيل الوزاره رشيد سعيد قال انه المقصود منخط التحرير لكن المساله تعود الى ملكيه هذه المؤسسات وتمويلها. طيب عطفا على حديث وكيل الوزاره اسال الاستاذ علي المبارك والسيد الفريق ماذا فعلت القناه لحفظ حقوق العاملين اولا؟ ده في جانب. في الجانب الثاني في ذات الاطار الخطوات اللي قامت بها القناه على حديث استاذ علي المبارك نائب المدير العام ما يعني خلاص ما لقينا المستشار والناس سكتت على كده. مدير القناه ضابط رفيع برتبه فريق يعني ممكن يصل مجلس السيادي ممكن الوزاره ممكن وكيل الوزاره كل خطوات الناس ممكن تقوم تصلها يعني دايرين نعرف الخطوات اللي مشيتوا فيها شنو عشان تعود شمس السودان تشرق مره اخرى. أحمد المهندس صحفي، أنا سؤالي عن قامت قناة الشروق بإجراءات تعسفية ضد بعض موظفيها في الأعوام السابقة كمثال المذيعة أروى خويلي بإيقافها من القناة بتضامنها مع بعض المواقع. ثانيا هنالك حديث أن القناة أسست من أموال السدود. إذا لو أسست بأموال من السدود لماذا سجلت باسم جمال الوالي وما هو المبرر الذي يجعل أموال مملوكة للشعب تسجل باسم أفراد؟ شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. عازم من الأسمان زميل موقوف في قناة طيبة القضائية. عندي سؤال للسابق المنصة والسؤال اتمنى انه يصل للاداره في قناه طيبه ولجميع الاجهزه الاعلاميه بالذات. على حسب يعني اولا شيء كنا امبارح في المؤتمر الصحفي انا واحد من الناس فني او عامل او موظف حضور. يعني لاحظنا انه حضور الادارات كان في المؤتمر الصحفي ضعيف. على اساس انها توجه الاسئله مباشره او تخاطب لجنه ازاله التحقيق. بالنسبة لرشيد سعيد قال الإجراء غير معني به وزارة الثقافة والإعلام. الإجراء هو إجراء من لجنة إزالة التفكيك. هل خاطبت الإدارات وزارة الثقافة والإعلام لأنهم هم تحت رعايتها لحمايتهم أو تشكيل لجنة مشتركة مع وزارة الثقافة والإعلام لمواجهة لجنة إزالة التمكين بالدلائل؟ وهل نسمع قريب تكتل من المؤسسات التي أوغفت مع بعضها لحماية حقوق العاملين والموظفين فيها تكتل أو لجنة تكون مشتركة بين صحيفة السودان والشروق وقناة طيبة والرأي العام؟ شكرا. شكرا. طيب يا أخوانا نحن برضو نكرر الشكر والتقدير مرة أخرى ويمكن نحن اصلا ما دافعنا عن المالك لانه المالك عنده الوسيله بدافع بها عن نفسه. الاخ السؤال الاول ما دافعنا نحن قلنا جينا نوضح حقائق ورينا كيف القرار ده كيف تم وكيف نحن تعاوننا قبل ذلك وتحدثنا عن الشروق ومهنيتها وجا قال اخونا او ولدنا مصطفى عبيد الله ده من الذين يعني عاصروا المساله قبلنا يأكد لكم الكلام قلناه إنه هو شغال شغل مهني ولا علاقة له بأي نظام ولا لأي حكومة جاءت أو ذهبت لأنه هنالك قلنا دليل الشروق والدليل العام ده حاكم وقلنا نحن استضفنا كل ألوان الطيف السياسي ما نحن كإدارة الكلام ده من قبل مما انطلقت الشروق يا أخوانا ومتابعة وعاملين الشروق قاعدين ده المؤتمر ده في إطار حماية حقوق العاملين. استغربت يعني السؤال ده حقيقة. نحن قلنا ما تسلمنا
أي شيء مكتوب. لذلك لجأنا لأنه نوضح الحقائق عبر هذا المؤتمر، لأنه ما جاء عبر مؤتمرات زي ما قال أخنا المدير، نحن ردينا عبر مؤتمر عشان نوصل صوت العاملين بالشروق، وهم أكدنا مرارا وما دارين أقول تاني الكلام ده، إنه هم ناس مهنيين ومن مختلف الأفكار، ناس من مختلف المشارك، ما تفتكروا الناس ديل من حاجة واحدة وكذا. لكن أنا قلت لكم الرابط الأساسي بين هؤلاء العاملين هو مهنيتهم العالية وخدمة قضايا وطن وخدمة مواطن. عشان كذا نحن عكسنا القصة دي عشان المواطن يعرف إنه هؤلاء الجنود كلهم كانوا بيخدموا في المواطن السوداني. دي تبرئة اليوم وحقيقة تصحيح لأي فرضية أخرى. المواطن عارف الكلام، لأن المواطن شاف نفسه، المواطن شاف نفسه في الشاشة دي، في أي جزء من السودان المواطن شاف نفسه في هذه الشاشة. فده تأكيد للمسألة دي وما أكثر. هنالك إجراء، ما في إجراء تعسف. أنا إحدى الأخوات اللي ما دار أذكر بالاسم إطلاقا، لكن ومديرة البرامج تشهد، وهذا كلام داخلي ما يعني كلام، لكن نحن أصلا تعسفنا مع زوجي إطلاقا. حتى في الحراكة الأخيرة ده أي زول ما جاء بعد ذاك يشتغل شغله، ما في زول، ما في زول قال لي زول ما تخش استوديو تقول المليح تقول. إذا في زول فصل بيكون فصل بموجب قانون أصلا يا أخي. ونحن زي ما قلنا ما كل الناس كانوا على فكرة واحدة سياسية أو أيديولوجية، لا، أصلا مختلفين اختلاف كبير جدا، لكن مختلفين ائتلاف تام في الشروق. الأخ عزمي قال حضور الإدارة كان ضعيف، كان نائب المدير العام كان موجود في المؤتمر الصحفي ورفع ايده اكثر من مره، ولسبب او اخر احنا برضو ما دارين نقول، ما عندنا تعليق على المساله، لكن ما اعطي فرصه وتحدث كما ذكر لو عزمي تابع، قال هو تحدث مع احد المتحدثين في المؤتمر الصحفي. هذا اظن يكفيك اجابه، نائب المدير العام تحدث مع أحد المتحدثين ذكر الكلام، معناه حضور على مستوى نائب المدير العام. نحن نكرر الشكر والتقدير. أنت قلت الإدارة ما كانت حاضرة المؤتمر، أنا لا أتحدث عن هذه الجزئية لأن أنت قلت دي حاجة تخص المالك وهذا موضوع آخر، والمالك أجاب عليه، أنت صحفي ومتابع، هو أجاب على هذا الكلام ببيان وبلغاء في أحد القنوات السودانية، كلكم شاهدتم هذا الأمر. أكرر الشكر والتقدير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بس في إضافة بسيطة لسؤال الأخ عماد قبيل، أخواننا نحن أنا يعني فقط شهدت بما علمت. أنا دافعت عن السيد جمال والي في الفترة اللي أنا فيها نائب مدير هذه القناة، يعني إذا خلال الفترة بتاعت الحكومة أو قبل التغيير كان بي دعم من رئاسة الجمهورية كما ذكر في المؤتمر الصحفي. طيب بعد التغيير أنا الآن لي 11 شهر، للأمانة كنت أدعم، أو القناة كانت تدعم من السيد رئيس مجلس الإدارة جمال محمد عبد الله الوالي، وشهدت في فترة 3 سنوات دي بالمراجعة أنه جمال الوالي ما شال ولا فلس من القناة. فقط هذه الجزئية اللي أنا قلتها يعني عشان تكون واضحة بالنسبة للناس، يعني لأنه يعني ما في أرباح توزعت عليه ولا شان، بل هو دعم بعد التغيير 7 شهور هو كان بيسير هذه القناة من ماله الخاص. طيب نحن نوعدكم إن شاء الله اللي قدام عندنا 3 مسارات حنمشي فيها. المسار الأول هو التعاون مع اللجنة لنصل لإزالة كل هذا اللغط الدائر. 2 في مجموعة من العاملين في قناة الشروق وهم بيمثلوا جسم بدء تحرك، التقوا بالسيد الوزير والسيد الوكيل قبل 3 أيام، وهذا المسعى نحن كإدارة بندعمه تشجيعا، لأنه ديل برضه ممكن يساعدوا في حفظ حقوق العاملين وتذكير المسؤولين
بحقوق الناس وكده. المسار الثالث هو مسار قانوني وده شغال فيه المالك. نحن حتى هذه اللحظة ما زلنا ننتظر التعامل الرسمي والمؤسسي عبر القنوات الرسمية مع لجنة إزالة التفكيك، أنه نحن مكاتبنا مفتوحة لهذه هنا جنبكم دي، بنستقبلهم بكل أريحية. إذا هم قرروا أنه يفتحوا القناة عشان نخش لجوا، نديهم كل ما متاح من مستندات، وعندنا القدرة بندافع بها عن عاملينا وعن حقوقهم. لكن الآن في جهة وضعت يدها على نتكلم عن نحن نسأل الآن، نسأل الشهر ده ماشي أنه ينقضي، والآن المالك هو متهم. طيب من وين للعاملين حقوقهم المالية وحقوقهم العلاجية وحقوقهم فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي؟ دي كلها أسئلة نحن والعاملين ما حنخلي لجنة التمكين ولا الحكومة مرة ببيانات وترت بمطور صحفي وأخرى بوقفات احتجاجية إلى أن يقضي الله أمر كان غيره. يعني الباب ده أصلا ما حيتقفل، وما عندنا مشكلة مع جهة محددة، ولا نتعامل تعامل سياسي مع جهة محددة. نحن نتعامل كمؤسسات وفق القنوات الرسمية، لكن أخوانا الحكاية ما تبقى مطلوبة كده ساي. يعني أصلا حتى الليلة لما جينا في اليوم الأول أنه خلنا والله نحن دارين جهة نسلم الوصول دي ما لاقين، وحتى الليلة مش قالوا حجزنا وعملنا، ما في زول جاء قال حجز الحتة الفلانية. يعني أصلا الناس ما عارفين على الكاميرات كم ولا القناة دي فيها كم اس ان جي ولا غيره. فلذلك ما زلنا نحن ننتظر التعامل وفق القنوات الرسمية، وجاهزين للتعاون مع أي جهة كمجلس سيادي ولا حكومة ولا لجنة تفكيك وغيره. في تواصل تم مع الوزارة، التواصل ده حيستمر للحفاظ على حقوق الناس، وندعم لجنة العاملين اللي كونوه عشان تتابع حقوقهم، وإن شاء الله يعني ما تضيع. ونحن طالما موجودين إلا تجي حاجة ثانية أكثر من التفكيك دي تبقى يعني أي مصطلح ثاني ممكن نستخدم لاحقا، لكن لحد الوقت ده نطمن الناس أنه حقوقهم إن شاء الله مرعية ومتابعة مع الجهات اللي أعتقد أنه ممكن تصف الناس وتتحقق عدالة في البلد وفقا لشعار طرحته ثورة التغيير. نأمل أن يتم ذلك قريبا إن شاء الله. لو في زول عنده إضافة قبل ما نختم. المسألة بتاعت الدعم دي، يعني أنا داري أقول حاجة، إحنا بعد التغيير ده تلقينا دعم أكثر من دعم من جهات يعني سيادية. إذا كان الدعم يبقى سؤال يعني كذا محور الحكاية دي، إحنا تلقينا دعم أكثر من دعم. ما بكشف أكثر من دعم، أكشف أكثر من كذا يعني أكشف شنو؟ أقول لك الواقع منه. أنا قلت لك إذا دي مسألة الدعم دي بقت محور كلام، نحن بعد التغيير تلقينا دعم أكثر من دعم من أكثر من جهة رسمية سيادية. وإذا الدعم برضو محور، نحن تلقينا دعومات من ناس ما عندهم أي علاقة لا بسياسة لا ولا بإعلام، ناس خيرين. نحن عندنا برنامج في رمضان، برنامج إنساني، كان ود الجبر ربنا يعني جعله في ميزان حسناته، وآخرين كتار جدا جابك جوا الحوش ده لما شاف حالة وعالج هذه الحالة وحالات أخرى كثيرة. يعني نحن مسألة الدعم لم تقف على دعم جهة واحدة، ولكن إذا زوج جاب أي جنيه مبسوط. وبرضو زي ما قال علي، أستاذ علي، نحن أنا كمدير علي ده نائب المدير، يمكن المدير دي يكون عمل حاجة مثلا نائب المدير ما عارف، جمال الوالي ما شال من قرش طيلة هذه الفترة إطلاقا. فهذا ما أردنا. أما حقوق عاملين هي تضررت يا أخوان، وأنا قلت مستغرب لسؤالي إنه ما تكلمنا عن العاملين، وقلت مسؤول عن العاملين قانونا وأخلاقا، كيف ما تكلمت عن العاملين؟ الآن في شكل للعمل الطبي أو العلاجي يوم 20، إذا ما دفع هذا الشيك حتوقف الخدمة بالمستودع.
لاحظ زول شايل امه ولا اخوه ولا اطفاله ويمشي عشان يتعالج ما يستطيع يتعالج. احنا ده نتكلم كلام ولا لا كلام بتاع عواطف ولا كلام بتاع هتافي ولا كلام حماسي ولا كلام غير قانوني. احنا ده كلمنا كلام نقاط محدده استجلاء امور محدده. ما عندنا عدامة على شخص، ما عندنا ردود فعل بنتعامل بها، احنا نتعامل ويقوم عطيات ومنطق.